مساء الخير. اليوم راح نديرو لاغاناش وكراميل وبيغ سالي. هاي نشوفو المقادير ومن بعد طريقة التحضير. الوغ قبل ما ندير لاغاناش وكراميل وبيغ سالي نبدا ندير لو كراميل وبيغ سالي. دوك ناخد اون كاسول تكون ثقيله، نحط فيها السكر وندوبو بالعقل، وال بيان سور نسخن الكريمه السائله في الميكرووند، ونستعملت هنايا لو بيغ دو، ما عنديش لو بيغ دومي سيل. زدلو شويه ملح واستعملت تانيك لا فلوغ دو سيل، هذا سي فاكولتاتيف، بصح سي بيان تعطي ان بون غو لو كراميل وبيغ سالي. دونك شوفوا ده هذا السكر، شوفوا ما لازمش تحركوه. دونك هذه الطريقه تاع كان يديروا ا بليزيور سما، يحطوا شويه سكر يذوبوا عاود يحطوا واحد اخر. هذه الطريقه انا هذه اللي نفضلها. دونك قعدوا اسو لتحت كي تشوفوا بدا يذوب، بدا يذوب السكر، بدا يولي كراميل، ساعدوه. دونك بارتي بار بارتي، وهكذا وجدوا السما جهه تكون بزاف دابت ولات كراميل، عاودوا بلا لا كاسرول هذيك، عاودوا دنيو لا كاسرول تاعكم باش الجهه الاخرى ثاني تزيد الدوب. وهكذا بالعقل بالعقل، باسكو كون تحركوا على ضربه وزالي افوار دي كريستو ماشي يدوبوا لكم. دونك فوالا يفو فير اتونسيون ا سا. ومن بعدها ارمو لا كريم ليكيد اللي لازم تكون 28% من الدسمه على الاقل. هنايا نرميها انايا اون دو فوا، فوالا اتونسيون لي بروجيكسيون عاود تحرقوا. دونك فوالا ها هي سي لو كراميل او بيغ سالي، هذا واش قعد لي من لا كريم ليكيد راني نزيدو. ومن بعد نزيد الوغ نورمالمون هنايا نخليه تبرد شويه ياك. دونك انا بون جو نسيت روحي، دونك حطيت لو بيغ، ما هي دو بريفيرونس خليه يدوب شويه حتى يولي اللي عنده تيرمومات حتى يولي 70 درجه ابوبخي. فوالا دونك درت لو بيغ سالي تاعي، ومن بعد زدت هنايا لا فلوغ دو سيل، ما بانتلكمش هنا في الفيديو مي زدت لا فلوغ دو سيل اوكي. ومن بعد دو بريفيرونس هكذا. بون كاين لي ميكس تانيك فو بوفي ميكسي تانيك سي ميو. ومن بعد اون فيلتر كوم فو فوايي هنايا شو قعدوا لي غير شويه حبيبات برك. شوفوا هنايا لا تيكستور تاعو ليكيد باسكو سخون، ومن بعد كي يبرد شويه دوك يتكاتف واسمو لا تيكستور تاعو. الوغ لا كاناج واش نسي دو شوكولا افيك لا كريم ليكيد. هنايا درنا لا كاناج وكراميل بلوغ سالي، دونك راح نزيدو لو كراميل وبيغ سالي. دونك باش نديرو كاناج نبداو ندوبو بيان سور لو شوكولا، بصح لازم ندوبوه بالعقل، باسكو الشوكولا كي تذوبوه هكذا ديجا يفو يوتيليزي هادو لي بوتي دو بريفيرونس. الا عندكم شوكولا يكون سما دي تابليت قصوه ياك باش يذوب لكم بالعقل داكوغ. و يفو سورتو با سورشوفي الشوكولا، مازمش تذوبوه درجة الحرارة كبيرة بزاف، سينو هذا من العوامل اللي راح لاكاناج تاعكم راح تفسد. دونك وراني هنايا درت لا كريم ليكيد سخنتها، ومن بعد نحط لا كريم ليكيد حتى تغليه، حتى حطيت هذا في هذا، ومن بعد خليتها زوج ولا ثلاث دقائق. سينو كون تحركوا بزاف الشوكولا تاعكم يكون سخون ولا كريم ليكيد تانيك تكون سخونه، تقدر لا كارناج تاعكم تفسد. دونك الفا ترونشي ترونشي معناتها يفترق اجزاء الشوكولا تفترق، تولي ما تقدروش تردوا هذا مع هذا. دونك فو فير تري اتونسيون. الا صارت لكم اون سي جامي صارت لكم، خلو واسمو لا كاناج تاعكم خلوها تمبيراتور امبيونت حتى تشد روحها تبرد هكذا شويه تبرد، ومن بعد بالميكسر بلونجون سيو فو لا ريكوبيري اون جينيرال لي ريكوبيرابل فوالا. ومن بعد كيما راكم تشوفوا زدت لو كراميل وبيغ سالي، يكون بيان سور سما بارد، مي بون با بارد بزاف، مي يكون بيان سما باش يذوب لكم في لو ميلونج تاعكم. نحطوا لا كاناج تاعنا هكذا في الميو كونتاكت في الفريجيدير على الاقل 6 سوايع فوالا. كيما راكم تشوفوا ها هو ابري 6 اور هاي لا تيكستور كون دو افوار فوالا. دونك ومن بعد نطلعوه بوغ فيغ اون كاناج مونتي. دونك لا كاناج مونتي كي طلعوها طلعوها بالعقل، كون طلعوها ترو رابيدمون هذا عامل من عوامل باش كيف كيف الفا ترونشي وتطلق الماء وتكون لا تيكستور كلي زبده
تولي شغل زبده الفصافا دوني دوفونيغ كيما زبده. دونك شوفوا انا كيفاش راني حطيتها هنايا فيتاس 1، دوك راح نزيد حتى نولي فيتاس 3، ما راحش نزيد عليها. دونك لي زيتيليز لو باتور تاعني كيعرفوا الباتور تاعهم بالعقل، طلعوا لا غاناش وما لازمش طلعوها لونطا، ما لازمش طولوا وانتم طلعوها كيف كيف تقدر الترانش. دونك غير تيبداو هادو شتو هاد لي سيون هكذا، شوفوا تبدا هكذا لا تيكستور تاعها، تقدروا طون زون طون طلعوا لو بيترين ولا الباتور تاعكم وشوفوا لا كونسيستانس تاعها، شوفوا حتى تولي هكذا فوالا، باش تكون واجده تستعملوها اون فوراج ولا تستعملوها في لي كاب كيك. تانيك الي اكسيلونت، بصح لازم تستعملوا دو شوكولا دو بون كاليتي فوالا. دونك الى تستعملوها بور لي كاب كيك، انا ننصحكم زيدوا لها ان بو جيلاتين، باسكو لي كاب كيك ماشي كيما فوراج، راهم في التمبيراتور امبيونت الى تكون سخانه دونك شويه فوالا. دونك هذه لهاد الكميه باغ اكزومبل ديروا 2 غرام تاع لا جيلاتين فوالا. شوفوا لا تيكستور تاعها الي اكسيلونت. علاش نقول لكم استعملوا دو شوكولا دو بون كاليتي كيما كالبو كيما باغي كيما، باسكو ماشي حلوين بزاف، باسكو غاناش كاراميل او بور سالي كامل حلوه. دونك كي تستعملوا دو لا بون كاليتي ما حش تحسوا هذيك الحلاوه. شوفوا لا تيكستور تاعها شحال، الوغ هنا ما استعملتش ميم با لا جيلاتين، هنا غير طلعتها جو فو مونطر هنايا لا تيكستور. فوالا ان شاء الله الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم، ان شاء الله نتلاقاو المره الجايه. سلام.